الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في لايف جديد من لايفات يوم الاثنين. ربنا يبارك فيكم ويرضى عنكم ويحفظكم. طبعا إحنا خلاص الآن في منتصف شعبان، وحان الوقت الإنسان يستعد ويتأهل للقاء هذا الضيف الكريم. هو الكريم فعلا، رمضان كريم، فكل حدث جلل لابد له من تأهيل واستعداد، ولا نعلم يعني حدث في العام أعظم وأكرم من هذا الشهر الكريم. فإذا أنا لم أستعد لهذا الضيف، فعن أي ضيف تتحدث يعني؟ وماذا ترجو من رمضان إذا كنت أنت لم تستعد له حتى الآن؟ لكن خليني أقول لكم مقدمة كده سريعة هتفهموا فيها كمان شوية أنا عايز أوصل ليه. إحنا كلنا عارفين إن كما هو معلوم من معتقد أهل السنة، أهل السنة يعتقدون أن الإيمان يزيد وينقص، صح؟ الإيمان إيه؟ يزيد وينقص، يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية. إيماننا مش واحد، يعني إيماني مش زي إيمانك. لا، خد بالك جميل، إن إيماني أنا وإيمانك أنت مش يعني إيمانك أنت لوحدك هو نفسه متغير، يعني مش ثابت. بمعنى إيمانك وانت في المسجد غير إيمانك وانت في البيت، غير إيمانك وانت بتحضر محاضرة، غير إيمانك وانت بتلعب كورة. الإيمان بيزيد وإيه؟ وينقص، حتى في الشخص الواحد في الأوقات المختلفة وفي الأماكن المختلفة. بمعنى إن إيمانك في الحرم مش زي إيمانك في الشارع، مش زي إيمانك في المسجد النبوي، مش زي إيمانك في حلقة علم وفي حلقة قرآن. الأماكن، الأزمنة، ممكن الواحد إيمانه يزيد وينقص في اليوم الواحد عشرات المرات. يبقى دي قاعدة مهمة، دي اللي حبدأ أسس عليها الكلام اللي جاي، إن كده كده الإيمان بيزيد وينقص. تمام؟ طيب، طالما الإيمان يزيد وينقص يبقى إذن هو قابل للزيادة، قابل للزيادة وقابل للنقصان. ومن هنا يؤتى الإنسان. بمعنى إذا كنا عايزين نمسك العلة اللي بتخلي الإنسان أداؤه مختلف على مدار اليوم، بل على مدار السنة، أحيانا بيبقى نشيط في الطاعة، أحيانا بيبقى قليل، أحيانا بيبقى مميز، أحيانا بيحس إن هو الدنيا بايظة معاه. لا شك إن القضية دي هي المحور، أن الإيمان يزيد وينقص. فلما إيماني بحس إن هو زائد، ما شاء الله، بلاقي نفسي نشيط، بنفذ اللي أنا عايزه، بحط خطط، بكمل في الدورات، الدنيا بتمشي معايا. لما بحس إن أنا إيماني ضعيف بيبان علي على طول، بحس الدنيا بايظة مني، الأوراق بتنسحب مني والدنيا بتفلت. والنبي عليه الصلاة والسلام كان بيوصي الصحابة وهم من هم، بيقول لهم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. يخلق يعني يبلى، زي ما الثوب كده يا جماعة، لو أنا ما اهتمتش بيه هيبلى، لو أنا أفضل ألبسه بس لا بغسله ولا بكويه ولا حاجة، بعد فترة هيبقى زي هدوم كده الناس اللي بيشتغلوا في الصنعة وكده، بيبان عليه خلاص الثوب انتهى يعني. فالإيمان كذلك، أنا لو فضلت مهمل للإيمان لفترة طويلة فبيحصل أنه بيخلق ويقل يقل يقل. فقال صلى الله عليه وسلم: فجددوا الإيمان في قلوبكم، إن الإيمان يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. فجددوا الإيمان في قلوبكم، وفي رواية: فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجدد الإيمان في قلوبنا. لذلك كان ده حال السلف. كان الواحد منهم يقول لأخي: هيا بنا نؤمن ساعة. وكان يقول أحدهم يعني: هلموا بنا نجدد إيماننا. فهم فاهمين الفكرة دي. طيب، أنا دي كده كده الإيمان بيزيد وينقص. طيب، دي حاجة جبلة، يعني حاجة ما نقدرش إن إحنا نغيرها، دي حاجة جبلة في الإنسان، إيمانه بيزيد وينقص. لكن أنا مشكلتي في قضية الإيمان يزيد وينقص هو بينقص إلى أين يعني؟ بمعنى هو بيفضل ينقص لغاية فين؟ هي دي بقى الفكرة، هي دي الفكرة، فكرة إن أنت إمتى بتجدد؟ هل أنت بتجدد الباقة بعد ما الشحن بيخلص؟
وتبتدي مش لاقي، مش عارف تعمل مكالمات ولا عارف تخش على النت، ولا بتجدد الباقة بدري اول ما هي تقل شوية تبتدي تجددها، فعلى طول انت تقدر في اي وقت تعمل مكالماتك تخش النت. نفس الفكرة نفس الفكرة هنا اهوت. يعني الايمان لما بينقص بينقص الى اي مدى؟ بينقص الى اي مدى؟ لان عندنا في السنة حديث بيبين ايه هو الفيصل، ايه هو الفيصل بين نقصان الايمان اللي هو ما يضرش ونقصان الايمان اللي هو يضر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان لكل عمل شره ولكل شره فتره، فطوبى لمن كانت فترته الى سنتي. لكل عمل شره، شره يعني جامد كده، تلاقي نفسك سخن كده، تلاقي نفسك قيمتك عاليه وعايز تكسر الدنيا وبتعمل الفرائض والنوافل ومستحبات وبتنافس على اي طاعه وبتخش في اي منافسه دينيه وطارق للمحرمات وإيمانياتك عالية وتقدر تقول للإباحية لا أو الموسيقى لا أو أغاني لا أو مفيش مسلسلات وطارق المكروهات والدنيا جامدة جدا معك. ولكل شرة فترة، فترة يعني بينزل الإيمان بينزل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال حاجة غريبة قوي في الحديث ده، قال: فطوبة لمن كانت فترته إلى سنتي. إس إيه ده؟ يعني طوبة؟ طوبة يا دي يعني الجنة، طوبة يعني الخير الكثير، طوبة يعني قيل شجرة في الجنة وقيل معناها الخير الكثير. المهم ان هو بيقول ده حاجة كويسة. ايه هي الحاجة كويسة؟ الحاجة كويسة بيقول طوبة لمن كانت فترته هي بقى الى سنتي. يعني ايه طوبة لمن كانت فترته الى سنتي؟ يعني لما بينزل لما بيريح ما بيعديش الخط الاحمر، يعني بيفضل في الحتة الامان. ايه هي الحتة الامان وايه هو الخط الاحمر؟ الحته الامان ان انت لما بتاثر او بتنزل ايمان بينزل، بننزل بناثر في المستحبات او بنبتدي نعمل مكروهات او بنتوسع في المباح، لكن مش بننزل تحت الخط الاحمر. ايه هو الخط الاحمر؟ الخط الاحمر تحتيه ترك واجب او فعل محرم. فلو وصل ان انا نزلت بالايمان لدرجه ان انا بدات اتجرأ على فعل المحرمات او بدات اترك واجبات انا كنت محافظ عليها، يبقى ده مش طوبة خالص للشخص ده، بل ده مهدد ان هو ايه؟ ان هو يروح. زي ما ربنا عاتب الصحابة قال: ألم يأني للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، يعني خارجون عن طاعة الله. هنا ان تخشع قلوبهم يعني الخشوع بيقل، بس بيقل هنا لدرجة ان هو تجاوز الحد الاحمر وبدأ يحصل فسق، يعني خروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. تمام؟ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم ايه؟ قاسية. فلما نقضوا المواثيق بدأوا يفعلوا محرمات، بدأوا يتركوا الواجبات، قست الايه؟ القلوب، فحصل الفسق اللي هو الخروج عن طاعة الله تعالى. فاللي عايز اقوله ان النزول ده كده كده احنا بننزل، يعني كده كده احنا بنطلع وبننزل، بس انت بتطلع وبتنزل في انهي حتة؟ احنا عندنا خط اخضر وبيبتدي الاخضر ده يضعف وبعد كده يصفر وبعد كده في احمر. لو انت بتنزل وتطلع في الحته الاخضر واصفر ما عنديش مشكله معاك، اذا مت على ذلك فانت من اهل الجنه قطعا، مفيش كلام. تمام؟ وحسناتك اكيد هتبقى اكتر من سيئاتك. لكن نزلت تحت الخط الاحمر هنا الخطر. بس برضو علشان برضو ما نخوفش الناس، انت هو انت كده قصدك يا شيخ ان انا ما اعملش حرام خالص، ما اتركش واجب ابدا؟ هو في حد كده؟ ما هو كده كده كل بني ادم يا جماعه خطاء، صح؟ وكلنا بنغلط. عشان كده بقى خد بقى الايه، خد المعلومه كمان ديت، النزول تحت الخط الاحمر ده درجتين، درجه خطرها محدود ودرجه خطرها كبير. ايه الدرجه اللي خطرها محدود؟ اللي هي ان انا نزلت تحتيه وطلعت بسرعه. تاني، نزلت تحتيه وطلعت بسرعة. وهي الدرجة الخطر، درجة الخطر ان انا نزلت تحتيه وقعدت تحت بقى شوية، قعدت كتير بقى تحت، هنا بقى في خطر كبير، خطر كبير. زي ايه نزلت تحتيه وطلعت بسرعة؟ زي قول الله تعالى: والذين اذا فعلوا فاحشة. بص ده ايه؟ ده الصحابة، الكلام ده بيتقال للصحابة. والذين اذا فعلوا ايه؟ فاحشة، يعني نزل تحت الخط كده بس ايه؟ او ظلموا انفسهم. طب عملوا ايه بقى؟ طلع بسرعه.
ذكروا الله. يبقى هو هنا عمل لما ذكروا الله يعني ايه؟ جدد الايمان. يعني ايه جدد الايمان؟ يعني على الايمان، يعني عالج المشكله بتاعته. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، بدا يطلع فوق تاني. ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا، شوف بقى هوب يلا بينا نطلع فوق، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فربنا بيطمن الصنف ده، اولئك جزاؤهم مغفره من ربهم وجنات. يعني اكيد ما كلنا بنغلط، بس مين الشاطر اللي بيغلط ويرجع بسرعه؟ عشان كده دايما بنقول لكم القاعده العظيمه، ايه هو الفرق بين الملتزم واللي مش ملتزم؟ هل الملتزم هو اللي ما بيغلطش؟ لا طبعا، عشان ما فيش داعي لجلد الذات، لان بعضكم يا جماعه لما بيجي يقع في غلطه حتى لو كبيره يبتدي بقى يتدمر نفسيا، وانا ما فيش فيه امل، وانا مش ملتزم، وانا مش هنفع اكون ملتزم، تمام؟ انا كده ربنا لا يريدني، وانا وحش، وايه والكلام الجلد الذات دوت، واخدين بالنا؟ لا، احنا مش بنتكلم في كده. احنا مش ملتزم لا يساوي ملاك، تمام؟ لكن ايه الفرق بقى هنا؟ عايزين نحدد، نحط ايه فيصل بين الملتزم وبين اللي مش ملتزم. هنقوله دلوقتي القاعده سهله جدا. من هو الملتزم؟ الملتزم هو الشخص الذي يحاول قدر ما يستطيع الا يخطئ، يحاول قدر ما يستطيع الا يخطئ، ولكنه بطبيعته يخطئ فيسارع بالتوبه، فيسارع بالتوبه. طب مين هو اللي مش ملتزم؟ المش ملتزم هو الشخص الذي لا يبالي بالخطا، عادي بيغلط ما بيحاولش ما يغلطش، واذا اخطا لا يسارع بالتوبه، بس كده. يبقى ايه الفرق بين الملتزم واللي مش ملتزم؟ عشان برضو نرفق بانفسنا ونعرف ان احنا كده كده فينا ضعف. الملتزم فرق بينهم فرقين، الفرق الاولاني واحد بيحاول ما يغلطش والتاني ما بيحاولش اصلا، مش فارقه معاه. الفرق التاني ان لو حصلت الغلطه الاولاني بيسارع بالتوبه والتاني ما عادي ما بيسارعش بالتوبه، مش فارقه معاه. فده الفارق. عشان كده بيقول ان النزول تحت الخط الاحمر هو كده كده واقع على الجميع، كل بني ادم ايه خطاء. فاول ما بتنزل تحت الخط الاحمر هنشوف سرعه الايه، سرعه الصعود. لو طلعت بسرعه يبقى دوت انت كده لسه بالنسبه لي ملتزم وما فقدتش لقب الالتزام. عشان كده دي مهمه جدا، مهمه ليه يا شباب؟ عشان في منكم خاصه البنات الحته دي عندهم جامده جدا. لما بيحصل زله من بنت مثلا، يعني مثلا راحت عليها صلاه الفجر مره مثلا، او وقعت في غيبه مره، او سرحت واتفرجت على مسلسل، ولا سمعت اغنيه ولا كده، تبتدي تتحطم فعلا نفسيا. الشيطان بيخش لها ويحسسها ان مفيش امل، وانت كده النقاب ايه بقى اللي انت لابساه، وحجاب ايه اللي انت لابساه، وانت كده اصلا محفظه ايه، وعامله لي محفظه، وبتروحي دار ومعلمه، والاخت راحت والاخت جت، وانت اصلا فاسقه ومجرمه. ويبتدي بقى يكسر ويبتدي يخليكي خلاص انا مش هروح الدار، انا كده ما لا انا كده ما ينفعش البس نقاب، انا لازم ابقى كويسه الاول. وابتدي بقى الايه القصه الخرافيه المعروفه ديت. لكن احنا بنقول هنا ربنا قال سارعوا وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض عدت لمين؟ للمتقين. خد بالك دي الكلام اللي جاي على المتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. تمام. ثم قال والذين اذا فعلوا ايه فاحشه، الايات اللي انا ذكرتها لكم. يبقى ربنا وصف المتقين ان هم قد يقعوا في فاحشه، ولكن لانهم يسارعون بالتوبه ذكروا الله فاسرع فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا، ده ما خلاهمش يفقدوا لقب التقوى. خلاهمش ايه؟ دي الفكره المهمه، لم يفقدوا لقب الايه؟ التقوى. عشان كده بقول للاخت الملتزمه والاخ الملتزم إذا وقعت في زلة ولو وقعت في كبيرة إذا عدت بسرعة لم تفقد لقب الالتزام، التقوى، الهداية، سميها زي ما تسميها، تمام؟ ما تحطمش نفسك. ربنا قال للمتقين ممكن يقعوا فحش، أنا مش بجرأك، مش بقول لك روح اقع، مش بقول لك خد راحتك، أنا بقول لو حصل ووارد يحصل، فما تبلطش، ما تقعدش كتير تحت، انجز وارجع، انجز وبطل أفكار السلبية، انجز وتعامل بإيجابية مع الموقف، انجز وخد الفايده من الموقف وتعلم وارجع بسرعه. رجعت بسرعه لم تصر، يبقى انت لم تفقد اصلا لقب ملتزم،
ولم تفقد اصل. واحد يقول لك انا لا انا مش ملتزم. انا طب ليه مش ملتزم؟ ده اللي هو يبقى اللي هو النوع الثاني اللي هنقول عليه. لكن مجرد واحد نزل تحت الخط الاحمر طلع بسرعه، ده لم يفقد لقب التقوى، لم يفقد لقب الالتزام، بل هو يعني خد اجر ان هو رجع بسرعه، وربنا بيعده بالمغفره والجنات. فنتعامل مع نفسنا بانصاف. مين بقى اللي مش ملتزم، او مين اللي في خطر كبير، او مين اللي فعلا نقدر نقول ان هو لو نزل فقد فعلا لقب التقوى والالتزام؟ اللي هو لما ايمانه نزل، نزل تحت الخط الاحمر وقعد بقى، قعد وطول، وما بقاش عنده حته الحساسيه من الذنب ديت، ومش عندهش ضميره مش مأنبه لدرجه ان هو عايز يرجع. هو ريح تحت، تمام، ورضوا بالحياه الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن اياتنا ايه غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. يبقى ده في خطر كبير قوي، اللي هو ايه، واحد مثلا كان ملتزم، اخت كانت ملتزمه وبعد كده بدات ايه، بدات تريح، فحصل ايمانها ضعف، تمام، فزلت زلة وكلمت ولد. النوع الاولاني اللي هو لم يفقد لقب الالتزام، ازاي انا عملت كده، انا استغفر الله، وراحت فورا قطعت العلاقه وفورا تابت الى الله، فدي تطمن خالص، ما بلاش جلد ذات، لا انت كويسه ان شاء الله، ما فيش حاجه، وربنا غفور رحيم، وان شاء الله خلاص اللي جاي احسن. لا، دي نزلت كلمت الولد ورجعت علاقه محرمه تاني، وبالا على كده شهور، شهور تواصل في السر ومحدش عارف والكلام ده. لا، احنا هنا بنهزر، هنا فقدنا، هنا انت طولتي قوي، يعني هنا ما خدتيش ميزه اللي هو التقي اللي نزل ورجع. لا كده احنا في خطر كبير، احنا هنا بنفقد لقب التقوى، وبنخش في لقب العاصي الفاسق المجرم حسب الايه، حسب الجريمه، واخد بالك. واحد رجع للسجاير، في واحد شرب سيجاره ورجع، في واحد بقى له شهور رجع للسجاير وما بتبش من ساعتها، تمام. في بنات رجعوا يسمعوا الاغاني والراب والكوري والمهرجانات، وبقى لها شهور على كده، خلاص استحلتها وقاعده بقى هنا. افلام مسلسلات ما بترجعش، حتى الضمير مش بيأنب، حتى ما فيش عتاب. احنا هنا بنخسر بقى، احنا هنا بنتكلم في واحد تاني كده. دخلنا في وصف الغير ملتزم، اللي هو بقى ايه، زي ما قلنا بيعمل المعاصي وصار لا يحاول التوبه، ومش فارق معاه، ومش بيسارع بالتوبه، انما بيتوب فين؟ بيتوب في المواسم بقى، يعني ايه، ممكن ينصلح حاله في رمضان شويه فكده بس، لكن غير كده مفيش بقى، تمام. فده في خطر كبير جدا، ده ما مش طوبه خالص، ده كده ايه، ده كده في خطر كبير. واحد تارك صلاه الفجر بقاله شهور مثلا، ده يعني ده مش زله، دي كده انتكاسه حقيقيه، فهترجع امتى اذا ما رجعتش دلوقتي؟ فاللي عايز اقوله يعني خلينا في الحاله اللي احنا فيها، ان 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 الانسان اذا كده كده بطبيعه الانسان ايمانه بينقص، فلما ايمانه بينقص بيزل، تمام. فلما بيزل هنا بيبان بقى، هل هترجع بسرعه ولا مش هترجع بسرعه. لكن الفكره كلها يعني خلونا من النقطه ديت، انا عايز اوصل للفكره المركزيه. الفكره المركزيه ان احنا كده كده كل القصه اللي احنا بنتكلم فيها ديت مرتبطه بايه، بالايمان. لما الايمان يزيد انا حالي بيبقى احسن، ولما الايمان يقل انا حالي بيبقى اسوأ. يبقى انا اذا محتاج ان انا اعلي الايمان. طب افرض واحد ايمانه اصلا عالي، ايه رايكم؟ واحد قال لي يا عم الشيخ انا اصلا ايماني ما شاء الله عليا، انا جامد جدا، فانا مش محتاج الدرس دوت، فانا ما بعملش حاجه غلط. لا، برضو ما زال حتى الانسان لو انت ايمانك عالي ما زلت تحتاج لزياده الايمان. ليه؟ خلينا نشجعكم شويه، لماذا نحتاج الى زياده الايمان؟ تمام؟ طبعا السؤال اللي بتساليه سؤال كويس. افرض واحد نزل تحت الخط الاحمر وقعد كتير، ما ينفعش يرجع ملتزم تاني؟ ايوه ينفع، لما يرجع، بس هو وهو تحت بقاله المده دي هو ما بقاش ملتزم دلوقتي. لكن انا بقول اللي هو نزل بسرعه وطلع بسرعه، حتى لما نزل هو ما فقدش اللقب اصلا، لان اللقب ده ما بيفقدش في النزولة السريعة، في النزلة السريعة والرجوع السريع ما بيفقدش اللقب، يظل الإنسان اسمه تقي، اسمه ملتزم، بس اسمه زل ورجع عادي. لكن أنا بقول أنا لما نزلت وقعدت كتير تحت أنا فقدت اللقب فعلا، أنا كده عند ربنا ليا اسم تاني.
لما ارجع بقى، لما ارجع واطلع فوق تاني واظبط حالي يرجع لي اللقب، فانا فقدته بس ممكن يرجع لي. المهم انا واحد ايماني عالي يا عم، انا مش محتاج الدرس ده. لا، انت دايما محتاج زياده الايمان. خليني اقول لكم كم مشجع على مساله الايه، على مساله زياده الايمان. اول حاجه، اول حاجه الله سبحانه وتعالى قال كلمه ممكن تخليك طول حياتك مشغول بيها في سوره ال عمران. قال تعالى: هم درجات عند الله، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. درجات، يبقى الجنة درجات، يبقى هي مش مسألة تخش الجنة وخلاص، لا، في جوه الجنة مراحل بقى، في فردوس الأعلى، في حاجات كتير. كلمة درجات دي بتشغلك، طالما درجات أنا قاعد بعمل إيه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول على فروقات بس دي جوه الجنة، يقول إن أهل الجنة، إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تتراءون أنتم الكوكب الدري الغابر في السماء. إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تتراءون أنتم الكوكب الدري الغابر في السماء. يعني أهل الجنة اللي هم يعني في الدرجة الأقل شوية، في ناس اسمهم أهل الغرف، دول العاليين قوي، ده أهل الجنة بيشوفهم زي ما أنت كده بتشوف الكوكب في السماء، زي ما تشوف النجمة كده في السماء، ده جوه الجنة. طب أنا بعمل إيه؟ هو أنا ليه مش بنافس على ال، هو أنا ليه أقصى أحلامي يا رب ما أخشش النار؟ يعني تمام؟ يبقى أول حاجة بتخليك متحفز الرغبة في الزيادة عند الله سبحانه وتعالى. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، ما من أحد يوم القيامة إلا يتحسر. فإذا كان من أهل النار تحسر لأنه من أهل النار، وإذا كان من أهل الجنة تحسر لأنه لم يزدد، لأنه لم يزدد. لكن طبعا مجرد ما بنخش الجنة خلاص الحمد لله الذي أذهب عنا ليه الحزن، مفيش في الجنة أحزان، فخلاص في الجنة ربنا حيرضي كل واحد بمنزلته، مفيش لا حسد ولا حزن ولا حسرة والكلام ده. لكن الحسرة تكون في اليوم نفسه، والدرجات بتتوزع كده هتتحسر. لكن لو دخلت خلاص مفيش بقى ايه في جوه، مفيش ألم. بس ليه انا اوصل لكده؟ طب ما انا انافس، اذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الاعلى. طيب نمرة اتنين من الحاجات اللي بتحفزك على زيادة الايمان دايما، وهي انك انت بتشك في نفسك لو ما لقيتش نفسك عندك رغبة دائمة في زيادة الايمان. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: طالبان لا يشبعان، طالبان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. المفروض لو طالب علم بجد ما بيشبعش، وطالب المال ما بيشبعش برضه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول طالب العلم ما بيشبعش، هو أصلا العلم مراده الغاية منه الإيمان. يبقى إذن الأولى إن طالب الإيمان ما بيشبعش، لأن الإنسان كلما ذاق حلاوة الإيمان، كلما شعر بالحياة الطيبة المقترنة بالإيمان، طمع في المزيد، فيظل الإنسان عنده رغبة في الزيادة، إنه عايز يزداد. هو مش عارف هيوصل ليه، لأن دي ملهاش حاجة توصل لها وكده بنقف هنا، لا، بل يظل الإنسان يريد الزيادة. طيب خلينا نقول الدافع الثالث. الدافع الثالث دافع مهم جدا، وده فرع عن الدافع التاني. يعني احنا قلنا اللي ذاق حلاوة الإيمان، اللي ذاق حلاوة الإيمان بيجد دايما رغبة في الزيادة، ومن حلاوة الإيمان ده خلينا السبب الثالث، أن هناك اقتران بين زيادة الإيمان وذهاب القلق والتوتر والحزن. تاني، هناك ارتباط بين زيادة الإيمان وبين ذهاب أو قلة القلق والتوتر والحزن، لأن عامة الأنواع دي من المشاكل ديت، سواء القلق سواء الاضطراب أو التوتر أو الحزن، إنما يأتي من ضعف الإيمان، لأن جبلة الإنسان
دايما متوتر، دايما بيخاف. ربنا قال كده: إن الإنسان خلق هلوعا، هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. الآيات. وربنا بين ان في ارتباط وثيق بين انشراح الصدر وبين الإيمان. وانشراح الصدر ده هو اللي بيخلي الإنسان يتحمل. وحضرب لكم مثال دلوقتي. قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإيمان هو على نور من رب. وقال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإيه؟ للإسلام. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. انشراح الصدر ليه علاقة وثيقة جدا بتحمل الأعباء وذهاب التوتر والقلق والحزن، لأن الإنسان بطبيعته شوف سيدنا موسى لما قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، وقال: ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، فأرسل إلى هارون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك. فدائما الإنسان إمتى يصعب عليه التحمل؟ لما يضيق صدره. لما يضيق صدرك بيبقى ما فيهوش مساحة، بقى فتيجي تحط فيه أعباء ما بيستحملش، يبقى خلاص مشدود، فأنت ساعتها تحس أن أنت مش قادر تتحمل. لكن حط بقى الإيمان، يبدأ حاجة كده معنوية بتحصل، أن القلب بينشرح أو الصدر بينشرح أو بيتسع بشكل ما. تعال حط نفس الأعباء تاني، تلاقيه بيتعامل معاه عادي، هادي، مركز، عنده نفس، لسه في مساحة يتحرك فيها، بيعرف يفكر بهدوء وبالراحة، مش بيضطرب، مش بيحس دايما انه في حالة من الضغط الدائم. زي بالضبط الأماكن. لو انت مثلا عندك شقة صغيرة قوي، أوضة وصالة مثلا، أو عندك فيلا كبيرة، حطيت نفس العفش هنا ونفس العفش هنا، ممكن في البيت الصغير ده تجيب شوية عفش، تلاقي نفسك مش عارف تحرك، تلاقي نفسك قاعد متضايق جوه البيت، ما مش طايق نفسك، ما الدنيا كلها كركبة، شوية كراكيب كده صغيرة بتقلب لك البيت، تبقى انت مش طايق نفسك. هات نفس العفش ده بكراكيبه بكل حاجة، حطها في الفيلا الواسعة دي، حاسس ان انت مبسوط، حاسس مفيش مشكلة، حاسس ان انت فرحان بالعفش والكراكيب، وعامله لك ايه، عامله لك كده ايه، جو كده، رغم انه نفس العفش نفس الكراكيب. لكن ايه الفرق بين الحالتين؟ الفرق مش هو العفش والكراكيب، والا فالعفش والكراكيب دي في كل بيت. انا عايز اقول ان الالام والاحزان والقلق والتوتر وغلاء الاسعار والمرض والظلم والفساد وضيق العيش ومشاكل الاقتصاديه والازمات النفسيه دي حاجه كل يوم بتحصل. يعني احنا مش في زمن مختلف عن اي زمن. مش الاضطرابات اللي حصل للناس دلوقتي، الاقتصاديه والماديه والنفسيه والصحه والضيق والظلم والفساد والتضييق، ما كل ده بيحصل، كان طول عمره بيحصل. ليه نسبة الهلع زادت؟ التوتر زاد، القلق زاد، مش عشان العفش اتغير، هو نفس العفش، لكن البيت هو اللي ضيق. لكن لما البيت يبقى واسع، هات نفس العفش حطه، مش هتحس بمشكلة، هتحس الدنيا عادي، مش هتحس ان انت متضايق، مش هتحس ان انت مش قادر تعيش، مش هتحس ان انت مخنوق، لان المكان اتسع. فكل ما الايمان بيزيد يحصل ايه؟ الصدر ينشرح. وكل ما الصدر ينشرح، كل ما تبقى الأعباء بالنسبة له أسهل وقدرته على التحمل أعلى. عشان كده تعالوا نتأمل في الحديث الجميل دوت. هي كلمة واحدة هتفهمك أنا عايز أقول إيه. الحديث المشهور، الدعاء المشهور: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. كمل بقى الجملة الجاية: ومن اليقين ما تهون به علينا إيه؟
مصائب الدنيا. هي الجملة العظيمة ديت. خد بالك النبي عليه الصلاة والسلام لما طلب ان المصائب تهون ما قالش شيل المصائب. ليه؟ لان هي الحياة جبلت على كده، يعني ما فيش حياة من غير مصائب. لكن اللي انا بطلبه يا رب حاجتين في الحديث ده، طلب حاجتين متعلقة بالمصائب. طلب الاول يقين، عايز ايمان عالي عشان اقدر اواجه، لان كده كده المصائب حاصلة، دي سنة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر للصابرين. فأول طلب طلبه عليه الصلاة والسلام في الحديث ده قال ومن اليقين، الدين يقين. أنا مش بقول شيل المصائب لأن ده يتنافى مع غرض الحياة كله، الحياة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، هي كده كده جبلت على الكدر والبلاء. طيب طالما الموضوع كده كده حاصل، الدين بقى يقين يساعدني أتحمل هذه الأعباء. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. طلب الثاني اللي طلبه في نفس الحديث قال اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. والطلب الثالث ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. كده الحياة تمشي جميلة يا جماعة، يعني لو حققنا ثلاث حاجات بالضبط تحققوا عندك هتعيش حياة سعيدة طيبة مهما كانت المشاكل. واحد، ربنا يديك إيمان عالي يشرح صدرك فعلا، عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام على ما كان فيه من البلاء كان أطيب الناس عيشا. ليه؟ عشان كلمة ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك. تمام؟ فأنت بتقول يا رب الدين الأول إيمانيات عالية أقدر أواجه بها الحياة. ويا رب لما المصيبة تنزل، اللي لازم هتنزل في وقت ما وانت بتسأل العافية عموما، بس هي الحياة جبلت على كده، لا تجعلها في ديننا. ما يبقاش المصيبة ان انا انتكس ولا اتفرج على اباحية ولا امشي شمال ولا اسيب الصلاة. لا، مصيبة اذا نزلت تنزل في مال، تنزل في حاجة دنيوية وخلاص. ولو نزلت في حاجة دنيوية ساعدني بايه بقى؟ لا تجعل الدنيا اكبر همي. فلو الدنيا مش اكبر همي والاخرة هي اكبر همي، والضربة مش بتجيلي في الاخرة انها بتجيلي في الدنيا، وانا كمان عندي يقين وايمان عالي، فكل حاجة هتبقى سهلة. لكن امتى المواضيع بتكبر معاك والتوتر يزيد والقلق يزيد وتلاقي نفسك مش مستحمل؟ لما المعادلة دي تتعكس، ايمان ضعيف، الدنيا هي اكبر الهم، الاخرة مش هي اكبر الهم، تبدأ كل المشاكل والامراض. عشان كده بقول لك انت محتاج ايمان عالي، ده بيهون عليك كتير من المصائب. زائد ان الموضوع ده بيصب في حاجه تانية، بيصب في حته قدرتك على تحمل الناس، او نقدر نقول عليها قدرتك على انك انت يحسن خلقك. حسن الخلق ده يا جماعه ليه ارتباط قوي جدا بالايمان. تقول لي ايه علاقته بالايمان؟ اوه مش عايز اقول لك، ده مرتبط جدا بالايمان، لأنه من نفس الباب. إيه اللي يخليني أستحمل الناس؟ هو أنا دايما حسن الخلق ده بحتاجه إمتى؟ غالبا بحتاجه عند الإساءة، يعني لأن عادة الشخص لما أنا عاملني كويس بعمله كويس، بيكلمني كويس بكلمه كويس، ما حتى لو أنا وحش، بيعمل بيديني هدية بديله هدية، بيصلني بأصله. فحسن الخلق، الإحسان في مقابلة الإحسان سهل، أما الإحسان في مقابلة الإساءة ده الصعب دايما. ده بيرجعنا تاني لقوة الإيمان، إن أنا محتاج لما قوي إيماني ده هيفرق معايا في تحمل إيذاء الناس. لنفس الفكرة، لأن أنا إيذاء الناس ده عامل زي يا جماعة إيه، زي ما أقول كده حتة عفش اترمت في الشقة، أو خلينا نقول كراكيب، أو خلينا نقول كيس قمامة اترمى في الشقة. لو شقتك صغيرة مش هتعرف تقعد فيها، هتحس ان انت مخنوق، هتحس ان انت مش طايق نفسك، هتحس ان انت متعصب جدا. لو الفيلا كبيرة والقصر كبير، لو رمينا كيس القمامة ده جوه عادي، مش هتحس بيه قوي. أو خلينا نضرب مثال تاني، كل ما الإيمان يعلى كل ما انت بتطلع فوق، كل ما الإيمان بيعلى تخيل ان انت بتطلع فوق.
خلي انت طلعت فوق، طلعت فوق قوي، راكب طياره. لما بتركب طياره بتشوف الاحجام ازاي تحت، تشوف العربيات صغيره والبيوت صغيره والناس انت مش شايفهم اصلا. تعال ننزل بالطياره تحت على الارض، هتلاقي العربيات كبرت والبيوت كبرت والناس كبرت. هل الناس كبرت او صغرت فعلا؟ هي لا كبروا ولا صغروا، والفكره انت شايفهم منين. ده اللي هيفهمك دلوقتي المعنى دوت. كل ما انا ايمانياتي تعلى، كل ما ابتدي اشوف الاحداث من فوق وبشوف الاحداث صغيره، لان انا عايش في حته كبيره. انا دلوقتي عند العرش، انا دلوقتي بتعامل مع رب العالمين، فانا مش شايف الحاجات اللي تحت ديت، ومش شاغل نفسي بيها، ومش فارقه معايا. فلما بتعرض لاساءه من النقطه اللي هي مش باينه تحت دي، لما تتخيل انت قاعد عند العرش شايف الكره الارضيه ازاي، حاجه صغيره قوي، في نقطه جوه الارض، جوه الارضيه دي اسمها بني ادم. البني ادم ده كلمك وحش، انت مش شايفه اصلا، مش حاسس بيه اصلا، تمام؟ فخدتش بالك. واحد بيتعامل مع الملك، فاثناء ما هو بيتعامل مع الملك، في واحد كده ايه من الرعيه عدى قدامه، هو المفروض ما يعديش قدامه، عيب. ممكن يقول له ما خدتش بالي اصلا ان هو عدى، ما عداش، لان انا كنت مشغول بالايه، بتكلم مع الملك، فانا ما خدتش بالي من الشخصيه اللي عدت دي اصلا. يقول له المفروض ما يعديش قدامك وعيب، وكان المفروض انا احنا قلنا ان انت اتضايقت. انا ما اتضايقتش اصلا، ما خدتش بالي منه. فدي الفكره، ان انت لما بتعلى بتشوف الحاجات صغيره، اما ايمانك بينزل اخلد الى الارض بتشوف الحاجات كبيره. فيسهل على الانسان الايمان عالي ان هو يتجاوز. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام ربط بين الايمان والاخلاق، قال اكمل المؤمنين ايمانا احاسنهم اخلاقا. اكمل المؤمنين ايمانا ايه؟ احاسنهم اخلاقا. عشان كده ما تستغربش سيدنا يوسف بعد 40 سنه من البعد عن ابيه قدر يتجاوز عن اخواته ببساطه ملفته، يعني بكل بساطه يقول لهم لا تثريب عليكم الايه اليوم، يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. انت ازاي سهل كده؟ يعني انت ازاي بالبساطه دي سامحت؟ ده الواحد صعب جدا يسامح واحد اذاه لحظه 40 سنه، سبهولك اذيه 40 سنه، قدرت تعديها ازاي؟ فوق، هو قاعد فوق خالص وشايف الموضوع ايه عادي، ممكن نعديه، مش عادي، مش هيحصل حاجه يعني. ماشي، خلاص سامحناكم. وده بيساعدك في ليله النصف من شعبان اللي احنا فيها ديت، ان انت تسامح. يعني خلاص المواضيع مش كبيره، انت اللي مكبرها، كل حاجه سهله طالما الامور في الدنيا سهله، طالما الامور في الدنيا سهله. ف ده بيساعدك انك تتجاوز. انا مش بتجاوز وسامح عشان اللي قدامي يستحق، هو ما يستحقش، لكن لانني انا اللي عايز المغفره. الا تحبون ان يغفر الله لكم، انا اللي طبعا في رضا ربنا، عايز ربنا يسامحني وانا غلطان، يعني انا غلطان ويسامحني. فعشان كده هسامح الناس حتى لو هو اللي غلطان، خلاص يعني انا عامل ربنا وخلاص، حصل ما انقطع عني وتجاوز وقابل الإساءة بالإحسان، لأن أنا في حتة تانية، أنا بتعامل مع الملك يعني، فأنا مش شايف الحاجات اللي تحت دي، ويسهل عليا إن أنا أتجاوز عنها. وده بيرجعنا أهمية زيادة الإيمان. فأنا دلوقتي زيادة الإيمان بتنفعك في كل الحاجات ديت، غير إن هي كمان بتساعدك في حياتك. كل ما الإنسان كان أتقى، كل ما الإنسان إيمانه أعلى، كل ما ربنا يسر له أمره أكتر. عشان كده جاء في الآية ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالتقوى اللي هي الإيمان يعني سبب لتيسير الأمور، سبب لسرعة أو كثرة الرزق. فأنا دلوقتي عايز أزود بقى شوية، فبيأتي السؤال، السؤال بقى الصعب اللي أنا عايزكم تركزوا فيه، أو خلينا نقول مقدمة الأول. إحنا عارفين طبعا إن الإجابة معروفة، الإيمان يزيد وينقص. طب كيف يزيد؟ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كل ما اطيع ربنا اكتر ايماني يزيد، كل ما اعصيه ايماني ينقص.
تمام. طيب يبقى الإجابة البسيطة كيف يزيد الإيمان؟ يزيد بالطاعة. يبقى أنت عايز تقول لي الآتي: عايز تزود إيمانك، زود الطاعة. ركزوا معايا عشان هوصل لكم النقطة إيه حرجة دلوقتي. يبقى أنت متوقع مني أنا أقول لك إيه؟ صلي، صوم، اترك المعاصي، تصدق، قيام الليل، دعاء، قراءة القرآن، كل ده جميل. بس انت ممكن ترد عليا دلوقتي رد، تقولي دلوقتي هو البيضة ولا الفرخة؟ انت شيخ بتقول ان لما اعمل طاعات الايمان يزيد، في نفس الوقت قلت في الاول ان لما الايمان بيقل ما بعرفش اعمل طاعات. فهو مين اللي بيبدأ الاول؟ وهو عشان انا اعمل الطاعات لازم الايمان يزيد، والايمان مش بيزيد الا لما اعمل الطاعات. فهو مين اللي هيبدأ تاني؟ عشان اعمل الطاعات انت قلت في الاول لازم نزود الايمان، فلما نزود الايمان الايه؟ نتشجع نعمل الطاعة ونترك المعصية. في نفس الوقت دلوقتي بتقول لنا عشان تزود الايمان لازم تعمل طاعة وتترك المعصية، هو مين الاول؟ معلش، انت فهمت المشكلة ولا لا؟ وصلتكم للحتة المحيرة ولا لا؟ يعني حد فاهم الإشكالية؟ هو البيضة ولا الفرخة؟ هو الطاعة تزيد وبعد كده الإيمان بيزيد، ولا الإيمان هو اللي هيزيد الأول وبعد كده الطاعة هتيجي وراه؟ طب ما إزاي هزود الإيمان من غير ما أزود الطاعة، وفي نفس الوقت الطاعة مش هتزيد إلا لو الإيمان زاد؟ هو مين اللي هيبدأ؟ يعني مين هنعمل إيه؟ يعني أنت كده إيه حطيتني في 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 دايره، قاعدين نلف في دايره مغلقه. مين اللي يبدا الاول؟ هو انا فهمت من كلامك الاول لما الايمان يزيد الطاعه هتزيد معاها، حلو كده. دلوقتي بتقول لنا الايمان مش هيزيد الا لو عملت ايه؟ طاعه. فمين اللي بيبدا الاول، البيضه ولا الفرخه؟ ابدا ازود الطاعه فيزيد الايمان، ولا هزود الايمان الاول وبعد كده الطاعه تيجي؟ طب انا هزود الايمان ازاي من غير ما تزود الايه؟ الطاعه. فديت الايه؟ الازمه. انا هضرب لكم مثال وساعتها هتجاوبوا اجابه، بس عايز حد فاهم في العربيات شويه. الاجابه دي هي مش بالظبط يمنى فهمتني. يمنى بتقول هي دي المشكله فعلا، صح؟ هي دي المشكله، لان انا لما لو سبتك دلوقتي بعد اللايف دوت انت مش هتعرف تبدا بايه، هتلاقي نفسك محتار. وانتوا عارفين انا بحاول ايه افهمكم حاجات، يعني الحمد لله، يعني ممكن محدش بيوقفكوا عليها. هو دايما ممكن تلاقي حد يديك الموعظه بس ما قالكش تعملها ازاي، ما ادكش ازاي هعمل ازاي. ايوه ماشي، شكرا شيخ، انا اعمل ايه بقى؟ انا اروح اعمل ايه دلوقتي؟ حلو، فانا بحط لك العقده في المنشار وبعد كده هنطلعها مع بعض. حلو، وانا عارف دي مشكلتكم، هتطلع من اللايف دوت ما ممتازه فاطمه، هرجع الاجابه بتاعتك بس هي ممتازه. هضرب لكم مثال دلوقتي. احنا عندنا مثال في العربيات، فاللي فاهم في العربيات هيفهمني، بس اغلبكم هيعرف يجاوب. يعني بصوا يا جماعه، احنا عندنا في العربيه في حاجه اسمها بطاريه، في حاجه اسمها دينامو، في حاجه اسمها بطاريه، في حاجه اسمها ايه؟ دينامو. الدينامو بيشحن البطارية. الدينامو بيشحن البطارية. ليه بطارية العربية بتتشحنش؟ لأن البطارية بتقوم العربية. فلما البطارية تقوم العربية الدينامو يشتغل، والدينامو بعد كده بيشحن الايه؟ البطارية. ركزوا معايا. تاني، أنا لما بدور العربية بتدور ازاي؟ البطارية فيها طاقة، فبتقوم الايه؟ العربية. بعد ما تقوم العربية ليه البطارية مش بتفضى؟ لان البطاريه في نفس الوقت بتقوم حاجه اسمها الايه؟ الدينامو. الدينامو ده بيفضل يشحن الايه؟ البطاريه. حلو. طيب دلوقتي البطاريه نامت، البطاريه ايه؟ نامت. فانا جيت ادور العربيه الصبح ما قامتش. ليه؟ قال لك البطاريه نايمه. طيب البطاريه نايمه
مين اللي بيشحن البطارية؟ جاوبوا عليا معلش، واحدة واحدة هنوصل. البطارية نايمة، البطارية ايه؟ نايمة. ايه هو اللي بيشحن البطارية؟ الدينامو. الدينامو صح؟ طيب، والدينامو عشان يقوم مين اللي بيقومه؟ البطارية. نفس الفكرة تاني، البطارية اللي بتقوم العربية وبتقوم الدينامو، وبعد كده الدينامو هو اللي بيفضل يشحن في الايه؟ في البطارية. انا جيت الصبح دورت العربية، البطارية نايمة، نامت. فعشان العربية تقوم لازم البطارية تقوم، فالبطارية نايمة، مين اللي بيشحن البطارية؟ الدينامو. والدينامو مش هيقوم الا لو البطارية فيها نفس عشان يقوم البطارية. فبقينا مشكلة، عشان الدينامو يقوم لازم البطارية تشتغل، والبطارية مش هتشتغل وتتشحن الا لو الدينامو قام. فهمتوا حاجة؟ ايه الحل في الموضوع دوت؟ دايما ايه الحل؟ المثال لما الموضوع يبقى كده، عشان ممتاز، هبة قالت الإجابة، وقبلها فاطمة قالت إجابة شرعية. هبة قالت الإجابة. في العادي الناس بتعمل ايه في الحاجة دي؟ يا عم مفيش، خلينا نقول مفيش توصيلة من عربية تانية، سيبك من توصيلة العربية التانية دي. اللي بيحصل ايه؟ اللي بطاريته نايمة، عمرو اهو قال اهو، بيقول للناس ايه يا جماعة؟ ايه؟ عايزين ايه يا جماعة؟ زقة. فالزقة دي بتعمل ايه؟ بتحرك الدينامو، تحركه إجباري، تخلي الدينامو ايه؟ يتحرك، فيروح لقط البطارية تقوم فالدنيا تمشي. أو اللي فاطمة قالت، فاطمة من شوية قالت ايه؟ المجاهدة. المجاهدة. أو اللي أنا هقوله لكم دلوقتي بكلمة تانية، أو خلينا نسميها الزقة. يعني ايه الزقة؟ يعني عربيتك مش هتطلع إلا بزقة. يعني ايه بزقة؟ احنا قلنا ايه؟ الطاعة الأول ولا الإيمان الأول؟ مش عارفين. الحل في الأول زقة هتحصل. ايه هي الزقة؟ الزقة ان انا هتكلف الطاعة في الأول. تاني، عشان الكلمة دي لو طلعت بالكلمة دي بس من محاضرة هتفهم هو انت مشكلتك فين. كلمة واحدة لو طلعت بيها المحاضرة دي هجاوب لك على أخطر سؤال عندك. أنا عارف اللي أنت بتقوله بس أنا ما مش بعمل. لازم في المرحلة الأولى تكلف، زقة يعني، مجاهدة، حاجة مش طبيعية هتعملها، حاجة رغم غصب عنك، حاجة مش بمزاجك، هتكلف. وهو ده كلمة السر، وده الإجابة على السؤال الطاعة ولا الإيمان. تكلف الطاعة في الأول هو ده السبب. زي ما قلنا كده، زي ما زقنا العربية عشان الدنيا تقوم، فأنا أول هتكلف. يعني إيه هتكلف؟ يعني هجبر نفسي على الطاعة، أو اللي أنتوا سميتوها المجاهدة، أو اللي سميناها زقة، أو هنسميها التكلف. يعني هنعمل غصب عننا. يعني هنبقى مش عايز أعمل. هبقى بعمل وأنا ماليش نفس. فالطلعة الأولانية بس هتبقى تكلف. هعمل ورد قرآن تكلف. هقعد مش هقوم إلا لما أخلص حزب. هقوم أقوم الليل تكلف، مش عايز أقوم، بس مش أنا هصلي 5 ركعات غصب عني. أنا هقول الأذكار يعني هقولها كده، إلزام، إجبار للنفس. أنا مش هتفرج على المسلسل النهارده ومتضايق ومش نفسي اتفرج، مش هنتفرج. طيب الموضوع ده هيقعد قد ايه؟ مش هيطول بقى، مش هيطول كتير. بعد فتره هيبتدي يفك معاك، اللي هي الايه؟ العربيه بدات ايه؟ بدات تطلع وبدات تمشي لوحدها. هنقعد يوم يومين ثلاثه اسبوع بنتكلف، بعد فتره هنلاقي ان الدنيا ايه؟ احسن. بدأ ان انا مش بتكلف، بدأ نفسي بتجيب معايا. وهو ده اللي حصل، ان انا الطاعة خدت الزقة بتاعت الطاعة، فالايمان زاد. فلما الايمان زاد رجع تاني على الطاعة، بقت اسهل، بقت اسلك، بقى بيساعدني، فرحت انا زودت شوية فالايمان زاد. فلما الايمان زاد راح زقني تاني، فالطاعة زادت فزودت الايمان،
فهم قاعدين يصبوا في بعض. الطاعة تزيد الإيمان يزيد، الإيمان يزيد الطاعة تزيد، الطاعة تزيد الإيمان يزيد، وهكذا بفضل أعلى. بس لو أنا ما عملتش الأولانية ديت ولا أي حاجة هتحصل. اللي هي ليه؟ التكلف في البداية اللي هو المجاهدة اللي هو إلزام النفس بالعمل، وده اللي في الحديث إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، وإنما الصبر بالتصبر، زي كده. إنما الطاعة بالإلزام، الأول تتكلف وتجبر نفسك عليها وانتظر من الله الجمال. اوعى تفتكر، للأسف آفة بتحصل في اللي بيتكلف في الأول، بيلاقي الطاعة صعبة يوم اتنين تلاتة فيوقف، وهو كان أوشك إن عربيته تقوم. تاني واحد تكلف قال أنا إيه حصل يعني فصلى، فأول يوم مش طايق ومش حاسسها، وهقعد على القرآن بص بالعافية خلص العشر صفحات، والصيام جايب آخره يوم اتنين تلاتة أسبوع أسبوعين ولسه الحالة هي هي، فقالك لا لا ما مش قادر، مع انه كان فاضله يمكن اسبوع وتفك، كان العربية هتقوم خلاص، كان فاضل الزقة دي، كان لو الشباب زقوا كمان 3 متر قدام كان العربية هتقوم، بس هو ما صبرش، كان قرب يوصل بس هو ما صبرش. فلا عايز اقوله، هل الحالة دي هتستمر؟ مستحيل تستمر، هي مؤقتة، هتبدأ وشوية كده تبتدي تفك 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 لغاية بس العربية مشيت، الإيمان زاد، الطاعة زادت، الإيمان يزيد، الطاعة تزيد، الإيمان يزيد، الطاعة تزيد، هوب 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 وأنا وصلت. فهمنا الفكرة؟ عشان هي دي بقى الحتة إيه؟ من تقرب إليها شبرا. لازم أنت تدي حتة بالعافية بالأول، بعد كده تاخد المكافآت بقى. تقربت إليه زرعا، من تقرب إليه زرعا تقربت إليه باعا، من أتاني يمشي، هكذا. تمام؟ لكن أنت فاكر إن هي هتقفل أنت اللايف دوت هتيجي هي لوحدها كده؟ مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. انا النهارده قلت لك كلمه سر، يعني الكلمه دي هي المحاضره، الكلمه دي اظن حلت عندكم مشكله كبيره قوي. انت الان في شعبان الى ان نصل الى رمضان هتعيش في حاله غالبا من التكلف، تكلف في قراءه القران، تكلف في قيام الليل، تكلف في الصيام، هتبدا مش جاي معاك، مش عايز، بس اصبر شويه، اديني اسبوع او اديني اسبوعين بالله عليك، اديني اسبوع اسبوعين قيام صيام قراءه قران، سيب المسلسلات سيب الافلام بالعافيه، واوعدك هتبدا رمضان سلكه سلكه وجميله، واصلا رمضان اصلا ابواب الجنه بتفتح والايمانات بتزيد لوحدها، هتلاقيها سلكه بقى معاك. ومن رمضان بقى وطالع خلاص انت عرفت المشكله كانت فين، ولما حتى بتريح زي البطاريه كده بتنام منك احيانا عرفت المشكله فين. تكلف، شوية تكلف في الأول وكله هيجيب بعض، مع الصدق مع الله شرط مهم، مع كثرة الدعاء إن ربنا يلهمك رشدك ويهديك. والله إن شاء الله إن شاء الله تبقى انطلاق رمضان غير عادية، انطلاق رمضان غير عادية. يمكن كان عندي حاجات تانية عايز أقولها بس أنا مش عايز أطول عليكم، هنكتفي بساعة بس في اللايف دوت. لو طلعت بس بمعلومة إيمان بيزيد وينقص، ليه محتاجين نزود الإيمان، وإيه خطورة إن إيمانك يقل، وإمتى الإيمان لما يقل يبقى خطر وإمتى يبقاش خطر، مين الملتزم ومين اللي مش ملتزم، وإيه مشكلتي والعلاقة الغريبة بين الإيمان والطاعة، البيضة ولا الفرخة، نبدأ إزاي، وإيه كلمة السر في الموضوع ده. كفاية قوي لو طلعت بالحبة دول، يبقى النهاردة إيه حلو قوي كده، إيه أنا عملت اللي عليا، جابت تمنها يعني. ربنا يهدينا يا رب ويرضينا، يبارك فيكم، إن شاء الله انتظروا اللايف الجاي، إن شاء الله يبقى لايف مميز برضو وقوي. حبكم في الله، ربنا يجمعنا وإياكم على الطاعة والخير، ويؤلف قلوبنا ويصلح أحوالنا. نسأل الله سبحانه وتعالى يا رب ألا يكون فينا شرك أكبر ولا أصغر، اللهم أمين. يا رب طهر قلوبنا من الشرك الأكبر والأصغر، وطهر قلوبنا من كل شحناء وبغضاء، اللهم أمين. يا رب اجعلنا في هذه الليلة أهلا لمغفرتك وأهلا لرحمتك، وارزقنا كمال الرحمة وكمال المغفرة، ويا رب تقبلنا وارزقنا واجبرنا وارحمنا وارفع قدرنا في الدنيا والآخرة. أكثروا في هذه الليلة من الاستغفار، طهروا القلوب من الشركيات، طهروا القلوب من الشحناء، وأكثروا جدا جدا من الاستغفار، ولا تنسوني من دعوة بأن يغفر الله ذنبي ويكفر سيئتي ويرحم ضعفي،
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.